ويجز يحقق إنجازا عالميا جديدا رغم صغر سنه. تم تصنيفه ضمن الشخصيات المؤثرة تحت عمر 30. مجلة فوربس صنفته ضمن القادة الشباب الملهمين. قائمة المؤثرين تضم 120 مشاركا، تم تصنيفهم خلال 4 فئات، كل واحدة تضم 30 شخصا. ويجز كان ضمن القائمة الخاصة بمجال الترفيه. قائمة المؤثرين في 2023 تضم 22 جنسية. المصريون كانوا الأكثر تواجداً وبلغ عددهم 44 شخصاً، 15 سعودياً و14 لبنانياً و13 إماراتياً كانوا ضمن القائمة. الأسماء الموجودة في القائمة تتراوح أعمارهم بين 26 عاماً وأصغرهم يبلغ من العمر 15 عاماً فقط.